تنفرد محافظة المخرط بموروث شعبي تحتفظ به من جيل إلى آخر من خلال نقل طقوسها وطابعها الشعبي من الآباء إلى الأحفاد. يبدأ السكان هنا عيد الأضحى بإحياء عادات وتقاليد الأجداد عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد، حيث يتجمعون في الأحياء القديمة ومنها يسيرون إلى وجهتهم ككل عام. وأثناء سير هذه المجاميع في الأحياء تردد الأهازيج وتدق الطبول مصحوبة برقص جماعي صاخب. تختص طقوس ولعبة الميدان بأهالي مديريتي سيحوت وقشن، إذ تعد جزءا مهما وأصيلا من الموروث العام للمحافظة، والتي تجري كل عام خلال أيام عيد الأضحى. هذه العادات تبدأ في سيحوت من ثاني يوم في العيد للحفل الميدان التكويسة إلى الساحل، وتم إلى ثالث يوم في العيد مكانه. بكرة تبدأ الحفل مكانه من القبة، يودونه إلى مسجد باكريت ويدخلونه إلى داخل المنزل وعاد، ويبدأ الحفل ثالث يوم مكانه في العيد ورابع يوم في العيد، والختامة تكون رابع يوم في العيد في السوق. تبدأ مراسيم اللعبة من الأحياء القديمة للمدينة بعد تجمع المشاركين وسط الأحياء والتوجه على صوت الطبول والأهازيج نحو الشاطئ. اليوم احنا على الساحل، وهذه من تراث سيحوت هي لعبة الميدان، تنزل في ثاني العيد التي ينزل فيها كل كابت الجموع الحشود في مدارية سيحوت لتعايدة بعضهم ونزول على الشاطئ. تجري هذه اللعبة على مدى 4 أيام من العيد، وتختص بعرض رقصة شعبية يطلق عليها الميدان. طبعا نحن الآن معانا عادات، وفي كل سنة يعني في كل سنة نقيم هذه العادات في داخل سيحوت يعني، ويعتبر هذا من التراث القديم في داخل سيحوت، وكل سنة يعني طبعا نقيم هذا التراث. شفت كيف؟ والناس طبعا تجي عندنا وترتاح، والعصريه يبدا من هذه الليله يعني، من عصر هذه الليله، من هذه اللحظه اللي فيها التصوير هو يعني تبدا الانطلاقه. يا خبر يا شمن ارغم بيونوا، تتميز هذه الطقوس بكثافة الطبول كما هو هنا في أثناء أداء المراسيم ولحظات التنقل بالطبل الرئيسي الذي يتقدم الجموع طوال أداء المراسيم. تظهر اللعبة جانبا من الموروث الثقافي والشعبي الخاص بالمهرة، كما تتميز هذه الفعاليات الشعبية بصخبها وحماسها الفريد، لتنتهي في اليوم الرابع من العيد قبل أن تبدأ مراسيم اللعبة الجماهيرية الأوسع والأهم الكبارة. ياسر محمد لبرنامج صباح بلقيس، المهرة.